طب كابتن، احنا عملنا تقرير عن الانجاز اللي حضراتكم عملتوه في كاس مصر، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الانجاز اللي اتعمل للاساتذه في كاس مصر، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. توج فريق رجال السباحة بالنادي الأهلي بكأس مصر للأساتذة، والتي أقيمت على حمام السباحة الخاص بنادي نيو جيزة خلال الفترة من 11 وحتى 13 من مارس الجاري. في البطولة التي شارك فيها 480 سباحا وسباحة من 19 ناديا تنافسوا جميعهم على الفوز بلقب البطولة. حصد الشياطين الحمر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد نادي الصيد المصري، حيث حصل فريق رجال الأهلي على 74 ميدالية ذهبية، مما منحهم صدارة الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة للرجال، فيما حصدت سباحات الأهلي 17 ميدالية ذهبية، مما جعلهن يحصلن على المركز الرابع في الترتيب العام. وحصل 9 سباحين من المارد الأحمر على جائزة أفضل سباحة في البطولة، ولكن في أعمار مختلفة، فيما تميزت مي عاطف نجمة الأهلي في التتويج بجائزة أفضل سباحة في مرحلة ما بين 30 و34 سنة، عقب تتويجها بخمس ذهبيات في منافسات الفردي، حيث توجت بذهبية 50 و100 متر ظهر و50 متر صدر و50 متر فراشة و100 متر متنوع، إضافة إلى فوزها بذهبيتي وفضيتي التتابع مع الفريق. ويأمل مسؤولو قطاع ألعاب الماء بالنادي الأهلي بقيادة وائل عزت في الهيمنة على البطولة سواء على صعيد الرجال أو السيدات في قادم السنوات.